بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين متابعين السباكة، أهلا بيكم. النهاردة الفيديو ده مهم جدا يا جماعة، يا ريت إن احنا نركز فيه لكل صاحب منزل ولكل مبتدئ. طبعا حبايبي الفنيين طبعا عارفين الشغل ده هو أو عارفين اللي هيتم فيه إن شاء الله. ده معانا شيك بلف يا جماعة، طبعا احنا إن شاء الله هنركب مدخن النهاردة. أول حاجة ده معانا شيك بلف 2 لاكور، اسمه شيك بلف 2 لاكور. طبعا الشيك بلف ده يا جماعة لازم يركب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لو ركب في الماسورة كده اللي هي الواقف طبعا بيحصل في تسريب. الحاجة التانية طبعا ان السباك او الفن اللي كان عامل الشغل ده طبعا خطأ في حكاية ان هو ركب الشيك بلف زي ما احنا شايفين جنب العداد. طبعا العداد ده بينه وبين الماسورة اللي في الشارع عندنا حوالي اكتر من 2 متر ارتفاع، وده طبعا خطأ كبير. انا المفروض ان انا بركب الشيك بلف ده هو على اول الخط يعني في الماسورة اللي هي داخلة المنزل عندي، يعني يكون بره في الشارع يكون افضل. لو طبعا انا بتكلم على اللي هو مثلا صاحب منزل، اما لو عمارة مثلا يركب بعد البطارية مباشرة على طول، لان طبعا البطارية بتكون بوصة ونص او 2 بوصة، فالمية بتكون متواجدة فيها على طول. لكن غير كده المفروض يركب معانا تحت. طبعا احنا ان شاء الله قصينا بالشكل اللي احنا شايفينه ده هو عشان انا هنقله في الشارع بره. طبعا هيحتاج 2 جلبة لحام لان طبعا هو اتلحم، وهنركبه ان شاء الله في الشارع بره في الماسورة اللي هي جايبة من الام الرئيسية وداخلة على المنزل. حتى مش هنركبه في الوقاف اللي طالع على البيت، لا هنركبه تحت في الشارع ان شاء الله في ارضية الشارع قدام المنزل. طبعا بعد ما بنقص يا جماعة طبعا بنحتاج جلبة لحام، المواسير دي كلها 25 ملي 3/4 يا جماعة، 25 ملي 3/4. طبعا المحبس ده برضو بيبقى شغلنا بعد منه، هو المحبس تركيبه كده صح ان هو يركب محبس قبل العداد، لكن هو اخطأ بس في الشيك بلف ان المفروض يركب تحت، لان المية عدد بتقطع دلوقتي كتير، يعني حتى دي في منطقة ريفية فالمية حتى هنشوف دلوقتي واحنا بنقطع الماسورة العمومية هتبقى شغالة ضعيفة خالص، وهتقطع كمان وانا شغال، يعني مش هيبقى فيها متواجد فيها مية خالص. فانا عندي لما بركبه في العالي كده يا جماعة المية دي لما بتقطع الخط ده هو من اول الشيك بلف اللي راكب في العالي فوق ده هو لغاية الماسورة العمومية كل ده بيفضى من المية. ايه اللي بيتم لما المية بتيجي؟ بيكون في هواء موجود في الخط من عند الجيران، من هنا من هنا، اي حد فتح حنفية مفيش مية موجودة فبيخش هوا الخط ده هو. لما بيخش لي الهوا ده على المضخة عندي، طبعا المضخة بالاخص اللي هي يعني الـ1 حصان اللي هي الطرمبة الكبيرة دي، لما بتعبي معانا هوا حتى لو المية جات الموتور على فكرة لو اشتغل مش هيطلع مية. شايفين الطرمبة قد ايه بتاع الموتور ده؟ موتور على شكل الكلبيدة، بس الموتور ده صيني يا جماعة عشان برضه في ناس يبقوا عارفين محدش يضحك عليهم. نفس شكل الكلبيدة الموتور ده هو، لكن هو صيني، تمنه 3000 جنيه. طبعا الوقير دي جميلة، في منها اللي أنا بركبها على طول اللي هي الصامولة النحاس، اللاكورة النحاس، وفي منه اللاكورة البلاستيك ده هو بيكون سنه نحاس برضه، لكن الصامولة بتاعته أو بقية جسم اللاكور بيكون كلها لحام. طبعا ده حنين في السعر شوية عن اللاكور اللي هو اللي بيكون نحاس معانا، اللي بيكون الصامولة بتاعته نحاس ده هو مسلوب معانا. طبعا في منه كل المقاسات الحمد لله، يعني ان الحاجات دي برضه متوفرة عشان ما نحتاجش لوازم كتير. طبعا السن اللي انا بربطه ده هو 32 ملي 1 بوصة مسلوب على اللحام اللي هو 3/4 عشان يشتغل معانا، ما نحتاجش جلب مسلوب. طبعا بنلف حتة اسطوب او شعر عشان السن ده بيكون خشن شوية بتاع الماتور، لان طبعا الترومبة ظهر فالتفلون كفاية لوحده هيكون ضعيف، فاحنا بعد ما بنلف حتة شعر خفيفة كده نلف عادي التفلون مفيش مشكلة. طبعا نزود بزيادة لان بيبقى فيه بوش شوية في السن بتاع الماتور ده هو، يعني ما بنيجي نربط القطعة بتربط بسهولة معانا. دول لاكورين على الدخول والخروج عشان لو عندي اي صيانة. طيب دلوقتي انا حصل ان انا مركب الشيك بلف دون فوق، او عندي في تسريب مثلا في الشيك بلف ممكن ابقى مركبه تحت وحصل في تسريب. في الحالة دي لازم احضر الموتور، يا اما اعالج الشيك بلف واجيب شيك بلف تاني اركبه. طبعا بنحضر الموتور من اللاكور مش بتاع الدخول، بتاع الخروج، ما ينفعش اللي انا بربطه ده ان احنا نحله ونحضر منه.
لازم اللي هو فوق ظهر المضخة اللي هو بتاع الخروج على المنزل ده اللي بنحل الصمارة بتاعته، أو لو مش عايزين نحل أو مفيش مثلا لا كور تجميع ساعات بيكون راكب جلبة لحام سن على طول، وبيكون اللاكور بعيد شوية عن الموتور معانا أو عن المضخة. في الحالة دي أنا عندي 2 طبة في المضخة أهو، بحل أي طبة منهم اللي هما في الأعلى ده هم بحلها الصامولة دي وبحضر منها مفيش أي مشكلة خالص، اللي هما في أعلى المضخة بيكونوا موجودين في أي موتور بيكون فيه الصامولة دي موجودة. طبعا ده الجزء اللي هو هنلحمه. طبعا لو في اي حاجه في الماسوره شغالين على الماسوره قديمه عليها اسمنت او عليها اي تربه نحاول ننضفها كويس يا جماعه، عشان خاطر ممكن تعمل معايا عازل في اللحام وتجيب ميه بعد كده. طبعا هو كان محتاج زاويه، لكن صاحب المنزل طبعا قال لي بس انت ركبهولنا دلوقتي وانا هظبط الدنيا وهعمل له قاعده حديد، فاحنا هنحطه بس على اقل طوب كده عشان انا محتاج اعليه شويه اللي هي المسافه الحوالي 15 سم دول، عشان يبقى بعيد عن الأرضية برضو لو مية اندلقت أو حبوا يسيقوا ما توصلش مية للمضخة. طبعا هو بيت صاحب منزل لوحده يعني بيته، وده راكب في المدخل بعد البوابة بتاعة البيت. طبعا لازم نعدي الصمالة بتاع اللاكور الأول يا جماعة ما ننساهاش، عشان اللحام ده بيتلحم خلاص انسى. طبعا بناخد قطع قطع، عايزين ناخد مقاساتنا ونقفل بره ونلحم مفيش مشكله، بس هو يا ريت تشتغلوا بالطريقه اللي انا بشتغل بيها دي، بتكون افضل انني اشتغل على بوه. حتى اللي بتشوفه في التاسيس ما بحبش اخد مقاسات وافصل بره والكلام ده كله، بحب اشتغل على الحيطه اعمل الحفر بتاعي واشتغل، بحيث اني بيبقى كل حاجه قدام مني باخد مقاساتي على الحفر اللي انا عامله، ما دام الحفر مظبوط والشغل بتاعي كويس باخد مقاساتي عليه، لان لو فرقت معانا في اللحام حوالي 0.5 سم بتبوظ معانا كل التقسيمه معانا دي. معانا اللي داخله المنزل طبعا نازله كده في جراب وماشيه مسافه حوالي 20 متر او 15 متر وطالعه على المنور على الخزان، في خزان راكب. طبعا انا بنقص من هنا عشان الماسوره طبعا هتعلى معانا، فهنركب ان شاء الله جلبه برضه جلبه التوصيل جلبه لحام ان شاء الله. الحاجة التانية لو أنا عندي دلوقتي في تسريب يا جماعة ومركب جهاز فلوماك أو مركب بالونة أوتوماتيك، يعني في الحالة دي في ناس ياما بتشتكي من حكاية عدم تنظيم الموتور في تشغيله، يعني مثلا أنا فتح الخلاط الموتور اشتغل وقفلت أجي أشغل تاني ما لو فتحت الخلاط ما يشتغلش إلا إذا عملت صرت كده على المفتاح شغلته وفصلته، يعني أتكي على المفتاح أفصل وأشغل من المفتاح تاني عشان يشتغل معايا. طبعا في الحالة دي ده بيكون في تسريب عندي يا جماعة في الشيك بلف، أو إن الجهاز الفلوماك ده مش ضغط عالي مش حاسس بالإيه مش حاسس بالضغط بتاعه، لأن المفروض الضغط العالي ده يعني أنا لو مثلا الضغط العادي بيكون 15 متر أقصى حاجة. طيب في ناس بتجيب اللي هو العادي ده، لا المفروض إن أنا أركبه في نص المسافة أو أركبه في الشقة فوق، مش شرط إن أنا أركبه فوق المضخ، ينفع يعني مفيش مشكلة. انا مركبه قبل كده المضخه كانت راكبه في الدور الارضي في المنور، والفلومات كنت مركبه في الدور الثامن، تخيلوا في الدور الثامن فوق وكان المضخه شغاله 10 على 10، فمش شرط ان هو يركب على الموتور معانا. طبعا انا قصيت الحته الجزء اللي قصيته من هنا، عملت حساب ان انا نعمل حسابنا ان احنا نسيب في وصله يا جماعه، عشان زي ما انا اتكلمت ما نحاولش ان احنا نلحم القطع على بعضها، عشان ممكن اغير قطعه بعد كده اعمل حاجه يبقى في عندي مسافه ان انا اقدر اقص زي الشيك بلف كده. يعني احنا النهارده قصينا الشيك بلف، لو هو قريب من المحبس شويه خلاص على كده مش هينفع ان هو يتحل او يتقص ويركب له جلبه ويركب في مكان تاني، هضطر ان انا اجيب واحد تاني وهسيبه زي ما هو راكب وهجيب واحد تاني. عشان كده انا احب اكلم حبايب المبتدئين ما نحاولش نلحم في القطع اللحام دي او في قطع نحاس اي ان احنا نلحم قطعتين على بعض. طبعا بنيجي نقطع او ناخد مقاسنا، هو انا شايفين شغال على ابوه باجي على الماسوره من الاسفل، ودي يعتبر اكني باخد من زاويه كوع، اكني حطيت كوع كده وباخد مقاسي من عليه، اكني واخد المقاس من الزاويه بتاع الكوع من الاسفل. بعد كده هنلحم ان شاء الله جلبه. طبعا انا قصرت دي شويه لان برضو لو ما كنتش قصرت الماسوره المعزوله دي كان هتبقى الجلبه اللي راكبه هتكون راكبه على الكوع على طول، فعشان كده نقصر المسافه شويه مفيش مشكله ونركب قطعه ماسوره عليها تكون في مسافه عادي.
احاول برضو ما نستعجلش على اللحام. يا جماعة نطلع باللحام، اللحام ده ناس بتسألني بيقول لك لازم الخامة اللي انا بشتغل بيها اجيب نفس الشركة في المكوة اللحام، يعني شغال مثلا بيار اجيب مكوة بيار؟ لا، اي مكوة هتلحم اي مواسير موجودة في السوق يا جماعة، بتبقى المعتمدة كلها خامتها بيور او نسبة البيور فيها بتكون نسبتها واحد. هي بتفرق بس انني يعني اهم حاجة اطلع من المكوة في وقت واحد، ما ينفعش اطلع قطعة واسيب التانية في المكوة. شايفين طبعا انا قصيت اول من على الزاويه، برضه باخد من الداخل او من على الزاويه بلمح، وباخد من على داخل الماسوره اللي هي واقفه وبقص الماسوره بتاعتي، يبقوا الاثنين كده اعتبر يعني واخدين على شفه بعض من الاسفل زي ما احنا شايفين اهو. هنيجي نلحم الكوع بتاعنا هيطلع معانا مظبوط، انا ما حطيتش كوع اهو ولا خدت مقاس على كوع، هناخد برضه الكوع نلحمه في الوصله اللي هي موجودة معانا اللي هي فوق الأول، أفضل ما نلحمش على اللي تحت عشان خاطر ما نرجعش بقى نحل اللاكور ونلحم ونجمع، أو الماسورة اللي تحت مش هتكون حرة معاك زي اللي فوق واحنا بنجمع اللحام اللي هو نزل معانا على الأرض إن شاء الله. طبعا بنحاول بس إن احنا لو الماسورة عندنا مخدمة على الحيطة جامد عشان قيمة المكوة بنطرها بره بأي حاجة عندي، بحط حاجة ورا الماسورة بحيث إن يبقى فيه براح للحام. طبعا جاية ما شاء الله مظبوطة معانا، بنحاول نرفعها لو ما جاتش معانا أو المسافة بتاعة الماسورة دي قصيرة وصدفة إن أنا بلحم في مقاس قصير، لا نحل اللاكور عادي ونجمع وبعدين نلحم وبعدين نجمع اللاكور بتاعنا مفيش مشكلة. طبعا الناس بتسألنا برضه على المضخة نجيب ايه؟ يا جماعة المضخة نص حصان معاك لغاية 3 أدوار أو 4 أدوار أقصى حاجة، لو أنا جايب مضخة لينز او كلبيدة ايطالي حاجه نظيفه كويسه مش صيني معاك لغايه 4 أدوار اقصى حاجه للمضخه النص حصان، فوق كده نجيب الواحد حصان على طول، يعني فوق ال3 أدوار او 4 أدوار نجيب المضخه واحد حصان. طيب ممكن ابقى انا مثلا في الدور التاني يعني مش في العالي قوي، لكن المضخات اللي راكبه في المنور حوالين مني حصان وحصان ونص، ما ينفعش بقى اروح اجيب نص حصان واقول المايه ضعيفه، يعني على حسب المكان اللي انت فيه وعلى حسب الموتير اللي راكبه مع البطارية في المكان اللي انت هتسحب منه، لان المواتير الكبيرة دي لما تشتغل مش هتخلي الموتور نص حصان، هيطلع لك مية، لان المية يعني الماسورة اللي داخلة المنزل دي او داخلة العمارة مش هتتحمل يعني موتورين حصان او حصان ونص مع بعض يعني اقصى حاجة. ده معنى الشيك بلف هو، طبعا نتأكد من السهم بتاع الدخول بتاعه ويبقى عليه سهم، يا جماعة نتأكد من الدخول هنلحم معانا الجلبة دي، شايفين حتى واحنا بنقطع الشيك بلف برضو نسيب مسافة في الماسورة اهو، يعني نسيب حوالي 10 سنتي عشان ما تبقاش الجلبة راكبة على الشيك بلف على طول. طبعا الشيك بلف يا جماعة لو انا عندي مواسير حديد ممكن اجيب الشيك بلف اللي هو النحاس البوابة ده في تركيب المضخة يعني او هركبه تحت في المنزل، اشتغل عندي شغل لمواسير بلاستيك زي كده بولي لا اجيب اللي هو ده، هو الاتنين لاكور اجيب حاجة معتمدة، هو بيبقى غالي شوية غالي خالص يعني بصراحة انا مش عارف هم مغلينه، يعتبر القطعة دي الوحيدة يعني اللي بيبقى سعرها عالي شوية. ده معانا هو في الشارع خالص يا جماعة، كسرنا طبعا عليها، صاحب المنزل كان رامي عليها اسمنت وخرسانة، طبعا نحاول نبعد برضو عن الكوع شوية وبعد كده هنقص. ده الماسورة العمومية اللي جايبة من الخط الرئيسي بتاع البلدية يا جماعة اهو، طبعا اني قطعت لقيت في ميه طبعا شغاله، بنحاول ان احنا نقفلها. طبعا في الحاله ده يا جماعه انا كان موجود معايا جلبه كنت جايبها برضه احتياطي، جلبه بوليسلين بحيث انني مش هينفع الحم في الميه ومفيش محبس راكب على الخط دون بتاع البلديه، مفيش محبس ان انا اقفل واقدر الحم كده. طبعا نحاول ننضف تحت منها عشان تبقى حر معانا، لان طبعا التكسير كان من الفوق واللي تحت منها ده ما عرفناش نطلعه الا ما ايه مقطع. هنلحم معانا الشيك بلف، طبعا الجلبه اللي انا بتكلم عليها البوليسلين ده كانت هتبقى كويسه معايا ان هي هتوفر معايا الحام، يعني كنت هلحم من ناحيه زي ما انا بلحم كده والجنب التاني كنت هشغل الجلبه على طول، دي بتبقى جلبه رباط زنق اللي هي الجلبه الزرقاء دي اللي شفتوني عملت شغل فيها قبل كده، ما بتحتاجش لعلوزة ولا بتحتاج لحام، دي بتكون رباط زنق على قفيس كده.
بس طبعا المايه كانت ضعيفه، فتقريبا حد من الجيران شغل المضخه فالمايه قطعت زي ما انتم شايفين اهي، حتى الماسوره بتسحب هوا، انا بحط صبعي كده بتسحب هوا من اما يتحملونا بقى شويه معلش على ما نخلص، بحيث مراكب جلب الحام طبعا هتكون افضل كمان من الجلبه التانية اللي هي الرباط. كده بقى عندي مسافه اهو في الشيك بلف، فبس اهم حاجه اتاكد من السهم يا جماعه. طبعا في كل المقاسات، لو عايز اجيب مثلا الشيك بلف ده 1 بوصة، لو عند الخط 1 بوصة مفيش مشكلة، لو حبيت اكبره برضه عشان يكون لو موتور كبير عندي، لان برضه السوستة ده هو بيكون يعني ضعيف شوية من الداخل او السمك بتاعه. طبعا كده الجلبة اللي هي كان في جلبة راكبة في الخط العمومي دي ان شاء الله هنحاول نقص من على اخر الجلبة، هي مقصرة حوالي بتاع 0.5 سنتي حكمها جاي كده، لكن الماسورة اللي طالعة الحيطة دي لو بعدت عن الحيطة 0.5 سنتي مش هتزعل معانا في حاجة يعني ان شاء الله. دي الوصلة اللي احنا قصيناها ان شاء الله، بقى هنقفل معانا نحل جزء من اللاكور. طبعا جميل اللاكور ده ان هو الشيك بلف ده اتنين لاكور عادي، لو احنا عايزين نحل الجزء بتاع اللاكور بحاله مع القطعة الملحومة مفيش مشكلة، انا من اي اتجاه، بس لازم نكون واخدين مقاساتنا مظبوطة عشان ده بيبقى يكون شغل محكوم. يعني ممكن اجي مثلا الماسورة اللي انا هلحم عليها ده، هي اللي انا برفعها دي طبعا لازم نرفعها نحط تحت منها اي حاجة نعليها عشان الماية اللي موجودة دي، وفي نفس الوقت اقدر ان احنا نلحم بسهولة يعني ما ننزلش عند الماية. اهم حاجة بس ننشف الماية كويس ونمسح قطعة الماسورة. طبعا الحملة بنجمع بقى الشيك بلف زي ما احنا شايفين اهو، وهنبتدي ان شاء الله نحضر بقى الايه المضخة، بس نحاول بس نقرط على الصواميل ده. هي طبعا لو بلاستيك نربطها بايدينا، يعني اللواكير بتاعة المضخة انا ربطتها بايديا ما ربطتهاش بعدة، يعني احنا ممكن انا بربط بالعدة بس عشان حبايبي المبتدئين ان هم ايه يشوفون انا بعمل ايه ويعملوا نفس الشغل، لكن مجرد ما بنربط بايدينا بس بيكون في يعني رباط عافي شوية. طبعا نحاول ننشف المية قبل ما نردم عليها، وبعدين عندي لو عندي مثلا الجوان بتاع الكورة اتحرك او في تسريب ولا حاجة يبان معايا، ما نستعجلش لو احنا عاملين شغل حفر زي كده يا جماعة، نصبر عليها شوية. طبعا دي المفروض هتاخد طبقة رملة، وبعد كده تاخد ضفرة مونة خفيفة لأنها جاية في المدخل بتاع المنزل، يعني جاية في حضن الدرجة بتاع السلم، معلاش حمل أو معلاش عربيات هتعدي عليها، ده في المدخل بتاع السلم بتاع المنزل. فيا ريت إن احنا لو شغل ده كده ما نحاولش نصب أسمنت أو خرسانة كله عليها عشان بعد كده ما نرجعش نقرف فيها في تكسير. مجرد بس ما نخبط على طبقة الأسمنت الخفيفة دي مع الرملة اللي تحت هتفصل معانا بسهولة. طبعا هنحضر المضخ إن شاء الله بخرطوم او اي حاجه رفيعه كده بحيث ان احنا نقدر نملا الخط، لان الخط زي ما انتم شفتوا كان فاضي خالص. وهنشوف برضو الشيك بلف، على فكره انا لما جيت اقص الشيك بلف ده لقيت في تسريب خفيف خالص، لكن صاحب المنزل قال لك ركبه لانه هو غالي، ولو حسينا ان الموتور بعد كده هيعوز تحضير او بياخد هوا قلت له هنغيره. يعني انت لو جيت تشغل بعد كده ولقيت المضخه الميه موجوده في الشارع او عند الجيران ومفيش ميه طالعه او المضخه ما بتطلعش ميه، يبقى في الحاله دي هنعوز نغيره. ممكن يجي واحد نفس النوعيه ان كان دي ار ولا حاجه وبتحل اللاكورين، مش شرط بقى ان انت تقطع المواسير وتلحم تاني. طبعا هو فعلا لقينا في تسريب خفيف اهو، يعني الماسوره اتملت معانا ولكن بتخس اهي بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا لو احنا قفلنا الكورة على طول وشغلنا المضخة ان شاء الله هتشتغل، لكن هتيجي مثلا تريح مثلا ساعة ولا نص ساعة وتيجي تشغلها تاني هتكون الترومبة دي اتملت هوا، وللأسف المية دي بتمنع مرور المية تعدي. طول ما الترومبة بتاعة المضخة تايفة هوا يا جماعة الموتور مش هيطلع مية. طيب ساعات المية بتيجي بتقطع كده وبيجي فيها هوا، لما بتيجي فيها هوا كده ده بيبقى ضعف مية او مضخة عالية عندك، فالمية الضعيفة مش مقاومة المضخة، في الحالة دي بتلاقي المية بتقطع أو بتيجي دفعات كده. طبعا هو اشتغل شوية طلع شوية المية اللي هم احنا حضرنا بيهم، لكن كده برضه لسه في هوا، مادام العداد ما اشتغلش بانتظام معانا يبقى احنا كده عندنا حاجة من الاتنين، يا مفيش مية خالص موجودة في الشارع بره في الخط البلدية، أو إن كده ايه في هوا في الخط لازم نحل ونحضر تاني.
عشان كده انا بقول يا جماعة لو في تسريب، حد عنده خزان وبيملاه مثلا بعد ساعة بيلاقيه فضى تاني، يبص على العداد بتاع الشركة ده، بعد ما يملى الخزان او بعد ما يشغل المضخة فترة يبص على العداد، لو لقاه بيلف العكس تاني هيعرف ان عنده تسريب. حاجة سهلة خالص يعني، هيعرف تسريب في الشيك بقى في الليلك، لان العداد التروس بتاعته دي بتلف العكس ده ايه، لو هو بيسرب ميه يعني، الميه وهي بترجع تاني للشارع بره، للاسف بتبص تلاقي العداد بيلف العكس بيبان معاك، ده بيبين لك اكتر حاجه عشان نعرف التسريب سببه ايه. طبعا احنا عندنا في جوان سيليكون حوالين الشفه دي، التسريب طبعا خفيف خالص النوادي. على فكرة هو ممكن يبقى فيه تسريب خفيف، لكن احنا لما بنيجي ننفخ فيه يعني برضه غير الضغط، ممكن بعد كده من الخزان يتملي ويكون حمل الخزان عليه لانه عامل خط واحد طالع نازل. طبعا الحمد لله هو اشتغل معانا بعد ما حضرناه تاني. طبعا ده الشغل الطبيعي بتاعه، بص الترس التروس بتاعته بتلف الباكر اهو شغال بانتظام وبسرعة عالية خالص على حسب الايه سحب المية معانا او المضخة اللي راكب. حاجة تانية برضه عايز اتكلم عليها، لو انا حسيت ان انا بعد فترة لقيت المية ضعيفة عندي يا جماعة، في فلتر في العداد ده الشركة بتبقى منزلة فيها على الدخول بتاع العداد. انا عندي العداد بتاع البلدية ده بيبقى فيه لاكورين نحاس، على الدخول بيكون في فلتر بلاستيك داخلي راكب. نحاول نحل الصامولة دي بأي مفتاح فرنساوي عندنا، نقفل محبسنا العمومي ونحل الصامولة دي اللي هي الدخول بتاع العداد، وهننضفه وهو راكب، مش شرط ان احنا نطلعه يعني، ممكن بنفك كده رفيع ونحاول نطلع الشوايب اللي فيها هتكون سادة ايه المصفى بتاعته. يا ريت حبايب ما شرفناش باشتراك يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس عشان الفيديوهات توصل لكل الناس والكل يستفيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.